حاليا في منطقة جليب الشيوخ، طبعا المعروف في منطقة جليب الشيوخ في تكدس كثير من العمالة. احنا اليوم شارع محمد بن القاسم، بنشوف نوريكم بعض اللقطات اللي موجودة من الازدحام. وسيلة النقل اللي عندهم باصات كلها مكتظة، داخل فيها عمالة بشكل مو طبيعي. السكن موجود، يعني كل غرفة تحصل فيها 12 شخص، هذا شيء مو طبيعي، شيء يعني كارثي. خلونا نشوف شو اللي قاعد يصير جليب الشيوخ. والله معي الحمد لله احتياط والحذر، معي الحمد لله تمام، بس ادري معاك ما تخليه داخل عندك. ماشي، يعني لازم تلبسه. ماشي هذا طبعا ابو حيدر، تشوف يعني سيفتي ما في صراحه، يعني الاغلب قاعد يتحجج انه ناسي واللي حاطم عنده بجيبه، شيء غريب. شوف الاعداد اللي قاعد تنزل من السيارات ابو حيدر، شوف الاعداد، واغلبها ما في سيفتي، عارف، مو لابسين اي شيء. شوف العالم، شوف المشي، شوف الناس، شوف الفوج، شوف، تفضل وقف محمد، ارجع شويه، شوف الفوج، شوف العالم شلون تمشي. بعدين تيجي تقول لي احنا من وين يتلنا حالات من من من, من التقصي؟ ها شوف شلون سيطر، تفضل شوف، يلا شلون سيطر. يلا الديره خربانه من تجار الاقامات، خربانه، وإذا استمر هالوضع وما تسفروا هالعمالة السايبة ولا اللزم الكفيل وانسجن وتغرم، الكويت بتضيع. 200 شخص ببيت هذا اللي مال جليب الشيوخ الصغار، البيوت الصغار، الغرفة فيها 6 و7، هم نفسهم مصريين قاعدين يراون اللي جايهم الحين. لو نمرض ما في مستشفيات، وعلى شنو دياهم ما تبيهم؟ احنا نبتلش فيهم، ما في قانون دولي يقول لك بالازمات المفروض الناس تطلع؟ اطلعهم اقطهم برا، والله لو اقطهم بالبر. انا ماني ضد الانسانيه، لكن وصلنا مرحله ان ملينا خلاص،